بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم دكتورة رانيا السيد عبد العليم، دكتورة العلاج الطبيعي أمراض المخ والأعصاب ومدير بطار القصر العيني من جامعة القاهرة. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا، وهو علاج التبول اللا إرادي والسلس البولي. سؤال مهم قوي. هنبدأ الأول الموضوع ده عند الأطفال، وبعدين هنبدأه عند الكبار، وبعد كده هنتكلم عن طريقة العلاج بتاعه. امتى بيتم اصلا؟ لو هنتكلم الاول عند الاطفال، وهكلم كلمة اطفال دي بقى هتاخد معنا المراهقين ولحد الثلاثينات، ولو ما تعبوش المشكلة هتفضل موجودة. ازاي هنتكلم دلوقتي ازاي ان المشكلة هتفضل موجودة؟ امتى بيتم التحكم في البول؟ الجزء المسؤول في المخ عن التحكم في عملية التبول ده بيكون من عمر سنتين. يبقى اذا ممنوع ندرب الطفل اصلا على عملية التبول قبل سنتين. ممنوع خالص. انت كده بتخلي الطفل بتجبره ان هو يعمل وظيفة اصلا مش موجودة عنده. تمام؟ طيب اسباب التبول اللا ارادي. مشكلة، صعوبة شديدة في التشخيص. هقولها قبل ما اتكلم عن اسبابه. كل الناس بتتخيل ان مشكلة التبول اللا ارادي الليلي علاجها عن دكتور المسالك، وللأسف الموضوع علاجه مش عند دكتور المسالك. ليه؟ لان هو ما عندوش حاجة في المسالك البولية مش مظبوطة، ولا في التفريغ ولا في المثانة ولا في اي حاجة. كل القصة وما فيها ان هو عنده ضعف في عضلات الحوض، اللي هي العضلات اللي بتساعد في عملية التبول، وضعف في عضلة المثانة. دي كل القصة. فاللي يحصل ايه؟ انه يعيني الولد او البنت بيتحكم في البول وهو صاحي عن طريق الادراك، مش عن طريق التحكم بالعضلة. يعني هو بيدرك ان المثانة اتملت فبيروح يفرغها. لما بينام بيفقد التحكم ده. تمام؟ طيب يبقى احنا عندنا كمان مش بس ضعف في العضلات، ساعات بتكون الاعصاب اللي بتوصل للمكان ده كمان تكون ضعيفة نتيجة لضعف الدورة الدموية في المكان ده عند بعض الناس. مشكلة مهمة جدا كمان عند الناس دي اكتشفناها، ان هما بيبقى عندهم حاجة اسمها sleep disorder، يعني اضطراب في النوم. يعني ايه اضطراب في النوم؟ النوم ليه مراحل، مرحلة اسمها الريم سليب ومرحلة اسمها النون الريم سليب. يعني ايه الريم والنون الريم سليب والكلام ده؟ المراحل ليه النوم ليه ثلاث مراحل، وفي علماء صنفوهم ان هم اربع مراحل. ان احنا من الاول بننام نوم خفيف، وبعد كده بنبدا في النوم اللي هو لو حد فتح النور اصحى، بدخل في مرحلة النوم العميق، وبعد كده ادخل تاني في النوم خفيف، وفي المرحلة اللي بشوف فيها الأحلام والحاجات دي. الإنسان الطبيعي لو حاجة لو ما عندوش اضطراب في مراحل النوم، لو مثلا النور اتفتح ممكن يصحى، لو حس ان المثانة بتاعته اتملأت ممكن يصحى، لو كوباية اتكسرت جنبه ممكن يصحى. دول بيبقى عندهم من ضمن، حتى ده بيبقى جوه برنامج التأهيل، ان احنا بنصلح لهم مشكلة النوم دي. يبقى عندهم اضطراب في مرحلة النوم، بيدخلوا في مرحلة النوم العميق وما بيقدروش يعدوا من مراحل النوم التانية. تمام؟ طرق التشخيص بتاعتنا بنتأكد ازاي. طب انت يا دكتورة جاتلك الحالة، بتتأكدي ازاي ان هو فعلا عنده تبول لا ارادي؟ لازم بيدخل تحت فحص بجهاز معين. الجهاز ده مسؤول ان هو يقيس لنا درجة انقباض العضلة. بنشوف انقباض العضلة كام والمفروض يوصل لحد كام، وبعد كده بناخد القرار. ان كان العضلات بتاعته اقل من رقم معين فبنقول ان ده عنده ضعف في عضلات المثانة والحوض، وان كان العضلات بتاعته يعني ضعيفة بيدخل طبعا في العلاج عندنا. يبقى كده اتأكدنا ان ده تبول لا ارادي. التبول لا ارادي اللي في السن ده بيبقى ليني. ليه ساعات بيبقوا ناس مش اطفال، مش 6 سنين ومش 8 سنين ومش 10 سنين، بشوف ناس 30ات. شفت ناس 30ات. ما تعجبوش، فمشكلة فضلت عندهم هم كبار وعندهم تبول لا ارادي ليني. تمام؟
طرق العلاج طبعا بنزود الدورة الدموية اللي رايحة للعصب عن طريق أجهزة خاصة بأنها تزود الدورة الدموية الدقيقة بجهاز أمريكي مخصوص عشان القصة دي. بنعمل حاجة اسمها بن استيميوليشن، تنبيه بحاجة اسمها بن الكترود لعضلات المثانة جزء جزء. بنعمل حاجة اسمها تنبيه كهربائي لكل عضلات الحوض والمثانة. بنعمل تمارين بشكل معين علشان يقدر الطفل ده يتحكم في عضلاته. طيب مهم جدا، انا بعتبر التبول الاراضي ده عامل زي بالظبط التخسيس. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا ممكن اديك نظام ريجيم وانت ما تعملوش، احنا الاثنين شركاء. في تعليمات لازم تتنفذ في البيت، منها ممنوع شرب السوائل قبل النوم ب3 ساعات، دخول الحمام قبل النوم مباشرة، الاستيقاظ كل 3 ساعات أثناء النوم عشان نعالج مرحلة عدم اضطراب مراحل النوم. كل وممكن كمان كل 2 ساعة لمدة قد إيه؟ لمدة أما نعمل برمجة للمخ اللي هي ما بتقلش عن 3 شهور ل6 شهور. طب العلاج قد إيه؟ لا العلاج بيبقى كورس 12 جلسة 12 العلاج بيبقى عبارة عن كورس 12 جلسة بياخدهم العيان، ممكن جلستين في اليوم وممكن جلسة كل يوم وممكن يوم بعد يوم لمدة شهر. بنقول خلصنا امتى؟ لما نقيس العضلة. خلصنا بعد الكورس الاولاني ما بنجددش، لازم نوصل للمقاس المطلوب اللي يقول لنا ان العضلة دي سليمة على الجهاز اللي بيقيس تقييم العضلات وبيدينا درجة انقباض العضلة. طيب هل في نوع تاني من انواع التبول اللا إرادي؟ نعم، في السلس البولي عند النساء والرجال. هم الرجالة بيحصل لهم كده برضو؟ بيحصل لهم كده، هنتكلم ازاي. في بعض النساء مع الولادات المتكررة بيحصل لهم حاجة اسمها stress incontinence، النتيجة ان بتضعف عضلات الحوض وبتضعف عضلات المهبل، تيجي تكح او تعطس ينزل منها نقطة بول. وفي برضو بيحصل ساعات في السن الكبير حاجة اسمها فرط في نشاط المثانة، المثانة يعني بتعبي حبة بول صغيرين تقوم مسربة او منزلاهم، ده بيحصل اكتر في السن الكبير فوق 65 و75 سم. السلس الفايدي ده اخر نوع اللي هو بيحصل عند الرجالة اللي بيبقى عندهم مشاكل في البروستاتا، المثانة مش بتفرغ محتوياتها كويس ففجأة يلاقي تسريب بول. طيب علاج الموضوع ده ازاي؟ بالنسبة للنساء بنقدر ندخل جهاز تنبيه كهربائي داخل العضلات بتاعة المهبل والحوض بحيث ان احنا نقويها، وبنزود لهم الدورة الدموية وبنعمل جلسات في 3 مرات بنقدر نخلص المشكلة، لان بنقدر نشتغل على العضلة الداخلية من جوه مع تنبيه لعضلات المثانة مع تنبيه لعضلات الحوض. تمام؟ السلس الفايزي بتاع البروستاتا لا، لازم نعمل تنبيه لعضلات المثانة، تنبيه لعضلات الحوض، تنشيط للدورة الدموية الدقيقة والدورة الدموية العميقة بشكل معين. بنحتاج حوالي مع في النوع اللي بيحصل مع الرجالة حوالي 12 جلسة، مع الستات بنحتاج بس 3 مرات، بنعمل فيهم جلستين في اليوم، وبناخد القياس بتاعة العضلات في كل الحالات قبل وبعد الجلسات عشان نطمن ان هما بقوا في الحالة الطبيعية. اتمنى اكون فدتكم في حلقة النهاردة، تحياتي.